اهلا بيكم مره تانية، ومعانا دلوقتي الكابتن الكبير وليد عبد اللطيف عشان نتناقش معاه ونتكلم معاه عن مباراه الداخليه ومباراه القمه ومباراه مصر وكوريا ان شاء الله تعالى. اهلا بيك كابتن وليد، ومنورنا هنا في زملكاوي. حبيبي يا استاذ شادي، وحشني كتير ومبسوط متواجد في قناه النادي. حبيبي دايما مبسوطين بيك. ايه رايك على طول كده سريعا، ايه رايك في اداء الزمالك النهارده في مباراه الداخليه بعد الفوز الصعب اللي جه يعني يكاد ممكن نقول عليه بشق الأنفس؟ من الناحية الفنية متوسط من وجهة نظري. الفترة اللي فاتت دي كلها كان المفروض الأداء يبقى أحسن من كده، لأن أنت خدت فترة كبيرة بتشتغل مع مع الفرقة، بتحفظ طريقة لعبك. لكن أنا شايف إن الراجل بيشتغل بتلاتة أربعة تلاتة يعني. وقلنا مليون مرة إن 3 4 3 أو 4 3 3 هتضطر تستغنى عن بعض اللعيبة المميزة في 4 2 3 1. فبالتالي دورها في الملعب هيبقى قليل جدا، لأن مش هتنتج أو هتطلع الإنتاج بتاعها في الطريقة اللي حفظها أو اتربى عليها اللي هي 4 2 3 1. صحيح. فدي مشكلة هتواجه لعيبة نادي الزمالك. وهتواجه الجهاز الفني، لأن أنت بالتالي في بعض الاوقات غصب عنك هتغير الطريقه 4 2 3 1، عشان هندي مثل زي اوباما مثلا. اوباما هتلاقيه رقم 10 بس، لكن هتحطه طرف او جناح او نص ملعب 8 مش هيأدي بشكل، مش هيأدي مش هيأدي. ففي مشكله او في مشاكل هتواجه فيريرا في حته تغيير طريقه اللعب. فمن الواضح اللي هو مستقر لحد دلوقتي ب 3 4 3. الطريقه دي من وجهه نظري مش هتنفع مع النادي الاهلي. صوت القمه، هنتكلم على الموضوع بس نكمل كلامنا في لكن خلينا يعني الاداء النهارده بيقول متوسط. بعض اللعيبه رجعت، شيكابالا انا شايفه عنده حماس ونازل، الراجل عايز ياخد جو المباريات وعايز يبقى موجود في مباراه القمه، فبالتالي عمل فرق او عمل نقله لما نزل. لكن في بعض اللعيبه برضو بحس الموضوع عادي، يعني حته القلب والروح والكلام ده، مش بقول حته القلب والروح مش المعنى ان انا انزل اقعد اجري طول الوقت او اجري 90 دقيقه بس من غير انتاج، لا. بس كتر على الكوره اللي ساعتها بالظبط، يبقى عندك حميه، يبقى عندك بتدافع عن نادي الزمالك. بعض اللعيبه مش شايفه كده خالص، مش عارف ليه. هتسالني على السبب، صدقني مش عارف. في كل المراكز ولا في مركز واحد؟ لا، في بعض الاماكن، وبعض الاماكن محتاجه تدعيمات ما طبيعي بشكل كبير في جدا الموسم جدا الجديد جدا. ان شاء الله يعني. ف لا، في لعيبه لازم تشد حيلها اكتر من كده شويه. طيب فيريرا في الشوط الاول كان معتمد على من ال 10 لعيبه اللي بيلعبوا جوه الملعب، اعتمد على 4 لعيبه تحت السن او من الشباب او فريق الامل. هل انت شايف ان كان ده طبيعي يبدا بهذا الرقم وبهذا العدد، ولا كان يبدا بانه على الاقل ممكن يبقى 2 بس، ويبدا بشيكابالا ويبدا ببن شرقي؟ خلي بالك الراجل واسلام جريء، جابر الراجل جريء شويه. الراجل عنده اللي هو بيتمرن كويس، من الواضح اللي بيتمرن كويس وبيموت نفسه في التمرين والكلام ده كله، فبي يعني بيحرجه او بيديله فرصه، والراجل جريء في الحته دي. هتقول لي ده وقتها، اقول لك مش وقتها قوي، لان انت داخل على مباراه قمه، فلازم يبقى انت بتجهز اللعيبه اللي هتلعب ماتش النادي الاهلي. في 11 غايبين بشكل عام يعني. ما هو ال 11 مش كافيين، خلي بالك برضه يا شادي. فهي هنقول دولت موقوفين او في انذارات او ايا كان، لكن فيريرا انا شايف اللي هو جريء وعنده شجاعه، اللي هو بيلعب مباراه زي دي، ومباراه الكاس احنا عارفينها بتبقى خداعه. في لعيبه ناشئين خدت وادت بشكل كويس، لكن مش اللي هو اللي انا هعتمد عليهم الفتره الجايه. لا، لسه بدري، بس خليني اديهم فرصه كمان يبقوا موجودين طبعا. ودول ولاد النادي، وكل اللعيبه الناشئين دي بيشتغلوا معايا. لكن برضو مش المرحله بتاعتهم، مش الوقت اللي جاي. لا، محتاج وقت ضغط المباراه ده مش وقتهم يعني. لا، ومحتاج اللي هي اللعيبه اللي هي عندها الخبرات، واللعيبه اللي هي واثقه في نفسها، عشان ما تفقدش نقاط، عشان ما يبقاش فيه ان انت بتحرق لعيبه. انت ممكن تيجي في مباراه هنقول لا قدر الله خسرتها،
فانت ولعبت ناشئين فانت بتحرقهم لان مش هيقدروا يشيلوا الفرقه. فاعتقد ان الامور محتاجه من الموسم الجديد تبدا مع التدعيمات، مع اللعيبه اللي هتمشي، مع اللعيبه اللي هتيجي، مع الناشئين دي، وفي ناشئين كمان خلي بالك على مستوى عالي جدا. وامير مرتضى قال ان في لعيبه ثانيه وهياخدوا فرصتهم كمان. يعني خلال كل ما الزمالك هيحتاجهم هندخل. دي حاجه ايجابيه وحاجه يحترم عليها الجهاز الفني ولازم كانت تحصل من زمان، مش مجرد ان الناشئين لما انا كنت ماسك قطاع كان الناشئين كانوا بيطلعوا يتمرنوا بس مجرد تمرين يعني. ده مش كفايه، انت لازم برضه تدي، فلازم مدير فني جريء يعمل كده، وبالتالي لقينا فريرة عمل كده وده حاجه تحسب له وحاجه ايجابيه. تمام. طيب انت مع فكره ان انا اللعيبه الشباب في مباراه زي الداخليه، انا مثلا مؤيد ان انا اشركه في مباراه زي الداخليه رغم اهميته والخادعه وكل حاجه، لان انا هعرف شخصيتهم امتى، هعرف هم عندهم شخصيه وما بيخافوش الا في المباراه اللي زي دي. فانا بالعكس انا مؤيد تماما اشراك لعيبه الزمالك في مباراه الكاس اللي جايه في دور 16 كمان. تمام. يشاركوا طالما زي ما قال فيرير، قال لك الكاس مختلف عن الدوري لانه في وقت اضافي وفي ضربات جزاء، يعني املك الفرصه ان انا استعيد نفسي حتى لو شاركت لعيبه شباب. لا طبعا دي مش يعني مش وجهه نظر او فكره اعتمد عليه ان انا يبقى عندي اكسترا تايم لو انا لا قدر الله خسران مثلا زي النهارده فعندي الاكسترا تايم اللي انا اعوض واكسب. لا مش مضمونه طبعا. ده كلام مش مضمون، لكن الفكره ان انت يحسب ان انت بتلعب ناشئين او بتعتمد على ناشئين في مباراه مهمه. دي حاجه ايجابيه جدا للراجل. لكن مش طول الوقت، مش طول الوقت اعمل كده، ومش طول الوقت ان انا في مباراه مهمه ادي ناشئين. انت عايز تشوف شخصيتهم عندك في التمرين، عندك ماتشات وديه، عندك بدي مباراه زي دي انت شفت الاساس او شفت المهاره بتاعت الناشئ اللي انت بتلعبه، فبالتالي انت خلاص الفيدباك عندك فيدباك كويس عن الناشئ ده. فممكن يبقى ده في المكان ده قاعده احتياطي في ماتش مهم ممكن اديله. ما زي ما شفنا الراجل بتاعنا اسامه راس الحربه، اسامه فيصل نزل في ماتش الاهلي وجاب جون وعامل موسم كويس قوي مع نادي الزمالك، فهي هتيجي كده. وفي حسام اسامه برضو راس حربه على المستوى عالي جدا. صحيح. انا كان نفسي اشوفه النهارده. فلا يعني مش هو ده الفكر، ان بدل عندي اكسترا تايم ممكن اعوض لو حصل حاجه وانزل الاساسيين، وارد ان انت ما يحصل كده وما تكسبش وبالتالي انت خسرت وبالتالي طلعت من الكاس. فلا انا بدي وعندي الجراءه لادي ناشئين بس في اوقات معينه او ماتشات معينه، مش طول الوقت اعمل كده. طب هل وجود الرباعي ده في بدايه الشوط او في الشوط الاول هو مضطر برضه؟ انا موافق مفيش مشكله. ده عمل حاله من عدم الانسجام، اول مره يلعبوا مع بعض مباراه بهذا الشكل الطريقه وهم بيتدربوا في وقت والفريق الاول بيتدرب في وقت وجوهم الفتره دي دربوا تدريبين ثلاثه مع بعض ودخلوا على المباراه، هل ده كان احد اسباب انه الشوط الاول بدا فيه انه مفيش انسجام بين الخطوط؟ لا من وجهه نظري. ليه؟ لان انا بقالي فتره بتمرن مع الفريق الاول ولاعيب ناشئ، هنتكلم كأن ناشئ بلسان الناشئ يعني، وبتمرن مع الفريق الاول وعندي الثقه بقالي سنين، زائد ان اسامه نبيه بيشتغل معاهم في زي ما انت بتقول بيشتغل لوحدهم، فبالتالي بينفذ فكر الراجل في طريقه اللعب 3 4 3، فبالتالي المجموعه دي خلاص هم الناشئين حافظين بعض وحافظين الطريقه، وبالتالي مجرد ان انا بضم اللعيبه دي مع الفريق الاول وانا بقالي سنين اصلا بتمرن معاهم فمش هحس بغربه. مش كاني مسافر بره مصر. فلا هتبقى الامور سلسه، مجرد ان انت اتمرنت تمرين او اتنين او تلاته خلاص. صحيح. فانا شايف ان الامور دي مش هتسبب عدم انسجام خالص. لكن الفكره ان انت كلعيب بقى بتنفذ فكر الراجل ازاي في الملعب. يعني انا في وقت من الاوقات النهارده انا شفت الراجل الباك رايت محمد الثلاثة، هنقول محمد عبد الغني، وقدامه الباك رايت كان مين؟ محمد طارق. محمد طارق وحسام مجيد ولا انا بتكلم ناحية اليمين. ولقيت اوباما. ولقيت سيف فاروق جعفر، أربعة على خط واحد مرصوصين كده، ده غلط. فالفكرة أنا شايف إن كان في أخطاء فنية. طبعا طبعا طبعا. وفي التحركات داخل الملعب، والتحركات دي لو أنا كمدرب فبعلم اللعيب اللي هو لو ناحية اليمين مثلا ف
فاوباما بيخش من جوه، الباك رايت بيبقى لبره، الحاجات دي. طب لو اوباما هو اللي من بره، موقف حصل، يبقى المفروض صفر وجعفر ياخد الحته اللي قدام يشق. لكن ما بيبقاش كلهم ثلاثه اربعه في حته واحده، لو الكره اتقطعت واحد بس ماسكهم. لا، في تحركات فنيه في الملعب انا شايفها، وواثق ان الراجل بيعلمهم دي، لكن اثناء الجيم بينسوا بيتوهوا، بمعنى ان موقف زي طبيعي. لا طبعا مش طبيعي. هو احلها ازاي انا كمدير فني؟ ما هو كمدير فني اللي انا بوقف مره واثنين وثلاثه في التمرين وحفظ. طب انا دخلت الماتش ولقيته بيعمل نفس الحكايه. لا، ما هو بقى التدريب ايه؟ ما هو التدريب كل يوم كده، زي ما انا بقعد قدام الكاميرا مثلا كمذيع، بقعد باخد مره واثنين وثلاثه، بعد كده ببقى الامور ماشيه وبتعامل مع الكاميرا ازاي. فهي الفكره تعود وحفظ، وبعدين خصوصا ان انت كلاعب انت لازم تركز دماغك كلها، يبقى كوره دماغك كلها في التمرين. انا مش جاي اتمرن الساعتين وامشي. يعني الحاله دي ان انا جاي اتمرن وامشي هتفضل كده، هتفضل طول الوقت كده. في اخطاء فنيه في الملعب، ولو جبنا بالتايم والكلام ده كله يعني هقول لك بالظبط المواقف لو احنا معانا الهايلايتس. لكن لازم اللعيبه يبقى لها دور، لازم اللعيبه تفهم ان في حاله ان الكره هنا ناحيه اليمين، اوباما نزل يبقى محمد طارق بياخد في ظهره، او سيف فاروق جعفر بياخد مكان اوباما في حته راس الحربه. امور كتير في تحركات من غير كوره مهمه جدا ما حصلتش النهارده، ما حصلتش النهارده. وخلي بالك جون بتاع بن شرقي هو مش قصد يعملها كده، هو الفكره كلها ان المدافع استعجل على قطع الكوره. الراجل اللي في ظهره لو وقف في ظهره خلاص الهجمه ماتت. صحيح. لكن هو استعجل عاوز يقطع، فبن شرقي استلم وراح، ودي مهاره من بن شرقي طبعا وحطها بشكل كبير جدا حلو قوي. صحيح. فهي الفكره ان انت بتقف ازاي وتتحرك ازاي، هي دي الكوره. هي دي الكوره. ازاي يستغل اوباما؟ بن شرقي قبلها مرتين حاول يعمل نفس وكانت بتتقطع. وكان بيزودها. طيب احنا لو جينا افترضنا ان الهدف بتاع بن شرقي الراجل المدافع وقف في ظهره ما استعجلش عشان يقطعها من قدامه، كان الجيم هيبقى صعب جدا. صحيح. لا، امور كتير فنيه في الملعب لازم تتغير، تحركات من غير كره لازم تبقى موجوده بشكل مستمر. وده اللي انا وده مش بشوف، انا شايف ان في لعيبه اللي هي حافظه او واثقه اللي هي تبقى موجوده، فمش في دماغها. لعيبه كبيره يعني. بحس ان بعض اللعيبه بتفقد الكره في الملعب بطريقه عشوائيه، وعمر السعيد بيشتغل والمفروض عايز تكسب تعوض، الاقي ان انا بطلع عمر السعيد وبنزل لعيب في نص الملعب وازقه بما راس حربه. طب ازاي؟ ما هي ده انا بالعكس، ده انا المفروض اعمل ازود القوه الهجوميه بتاعتي، وبعمل كروسات وفي تكتل قدام ال 18، فانا هخترق بحاجتين، لا اما الشوتنج زي ما حصل، لا اما الكره العرضيه. صحيح. مش كده؟ طيب انت طلعت الراجل اللي بيلعب بدماغه، طلعته ونزلت لعيب تاني وزقت اوباما راس حرب. طب اوباما احنا عارفين اللي هو لما بيجي من تحت وهو مش متراقب بيبقى اخطر بكتير. صحيح. لكن انت حطيته راس حربه ما بيلعبش دماغه كويس، ما بيشاركش في الكور العاليه، فبالتالي برضه التغييره انا ضايقتني برضه. ضايقتني. حتى لو عمر السعيد مش موفق او ماشي يعني مش ده مستواه مثلا، برضه ما اطلعش من الملعب، ما انا ما عنديش راس حربه. ما عنديش تسعه بره وانا مغلوب. يبقى انا اسحب الراجل بدل ما ازود العب باثنين راس حربه. بس اوباما بيعرف يلعب الدور ده. يلعب هيدر كمان مش وحش. بس مش جامب عالي بس يعني. لا، ما هو اي حد ممكن الكره معموله بالعرض يحطها. طب ما هو بن شرقي بيلعب دماغه كويس. لكن لا، في فرق ان انا كراس حربه مع اثنين مساكين انا في وسطهم وبطلع احجز، بطلع احط بدماغي يمين وشمال في الزحمه اطلع ازاي. فانت كنت شايف ان الاولى انه ما يتغيرش خالص طبعًا عمر السعيد. طبعا طبعا طبعا. لو عندي راس حربه تاني تسعه انزله ماشي، لكن ما زقش اوباما يبقى هو راس الحربه الصريح. ما ينفعش يعني، مش ما يجوتس. فبرضه التغيير انا استغربتها جدا. طيب ايه رايك في مستوى النهارده يعني في الدقائق اللي نزل فيها رزاق سيسي؟ هو راجل ما بيعتمدش عليه كتير. هو ده سؤال برضه محير جدا.
يعني هو الراجل سيسي لعيب لعيب مهم جدا وعنده امكانيات عاليه جدا، وفي ظل ان في الوقت اللي انا بشوف بن شرقي فيه مش موفق او مستواه نازل شويه ما بديش الراجل ده. والراجل ده احنا عارفين امكانياته وشايفين امكانياته طبعا وحافظينها، لكن في علامه استفهام لرزاز سي من المدير الفني. يعني دي لفريرا دي انا مش عارف ايه بقى الموضوع، لكن سيسي لا يستاهل اللي هو ياخد فرصه ويلعب. هل انت شايف انه يلعب جناح شمال مش جناح يمين؟ لا هو هو بيشتغل شمال بس هو بيلعب يمين في الزمالك طول الوقت بيلعب لا يمين. مش على عدلته عشان كده انتاجه مش باين مش واضح، لكن طول الوقت احنا عارفين سيسي بيلعب ناحيه الشمال وبيخش وبيلعب باليمين وبيلعب بالشمال، لكن لو حطيته ناحيه اليمين هيفقد. انت لو بن شرقي حطيته ناحيه اليمين هيبقى نفس انتاج؟ لا بس يعني خلص. لو قلب هجوم ممكن يبقى انتاجه مش وحش برضه. انت قلت ايه؟ مش وحش مش وحش لكن مش كويس مش حلو، لكن ممكن حد يأدي ماشي، لكن لو انت جبت بن شرقي ناحيه اليمين لا انتاجه هيبقى ضعيف جدا. سيسي لو جبته ناحيه اليمين هيبقى انتاجه ضعيف جدا. لو خليته 9.5 اللي هو راس حربه بيتحرك ويسقط والكلام ده كله ممكن يشتغلها. وبيلعب دماغه كويس وبيلتحم. فعلامه استفهام على الراجل ده، لانه ازاي ما في ظل الناس كلها اللي بتاخد فرصه هو ما بياخدش. صحيح. طيب محمد اشرف رؤى في فتره غياب طارق حامد السابقه واللاحقه بيبقى هو طول الوقت هو اللي متواجد في خط الوسط، ساعات بقى يبقى جنبه اسلام، ساعات جنبه اوباما، ساعات جنبه امام عاشور، لكن طول الوقت هو اللي موجود في الست. كان النهارده في الشوط الاول كتير من جمهور الزمالك غاضب من المستوى بتاع رؤى، لكنه اتحسن قليلا في الشوط الثاني. انت شايف انه لاعب زي رؤى يملك الفرصه دي، فرصه التواجد بشكل دائم في تشكيل الزمالك، والاداء بتاعه ليس في القوه التي ياملها جمهور الزمالك؟ خلينا يعني هنقول الراجل ده معذور شويه، بقاله كتير ما بيلعبش وجه لعب كم مباراه، الطبيعي جدا مستواه يزيد ويتحسن. خلينا نقول الشوط الاولاني زي ما انت بتقول يا شادي ان ما كانش كويس، لان كان في الداخليه بتهاجمك كان بتجيلك. لكن الشوط الثاني انت بتقول اتحسن، لا هو ما اتحسنش بقيمه نادي الزمالك. لان انت خلاص فرقه الداخليه واقفه قدامك في نص ملعبها. صحيح. فبالتالي انت رقم 6 مش محتاجه اصلا. رقم 6 مش محتاجه، فبالتالي ما فيش ظهور ليه، ما فيش، لانه مش هيقطع. لان ما فيش حالات بتجيلك نص ملعبك مش كده كتير. شوط تاني رؤى انا شايف الاداء بتاعه يعني كنت اتمنى وكنت بقول عليه لعيب كويس لان كورته كويسه. هنطلع لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا التاني مع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، ونرجع نتناقش في حاجات كتيره جدا. كابتن شادي وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان. الحقيقه يعني ببارك مليون مبروك نادي الزمالك تاهل لدور 16 ان شاء الله في بطوله كاس مصر، ولكن بعد مباراه عصيبه، مباراه يعني عدينا فيها بجميع مراحل رفع الضغط من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، ولكن الحمد لله خلصت على تاهل نادينا للدور المقبل. يعني معايا يعني احد مشجعين نادي الزمالك، عايز اسالهم واتكلم معاهم عن المباراه ده. طبعا برحب بيكم على شكر نادي الزمالك. مباراه مش سهله، مباراه عصيبه، ولكن الحمد لله قدرنا في النهايه نحسمها. الحمد لله فزنا فوز بالجداره وقدرنا نكسب الماتش ونتاهل للدور القادم، وبنشكر الجهاز الفني واللعيبه ومستقبل المشرف للكباتن اللي ظهروا معانا في الماتش لاول مره، كابتن سيف جعفر وكابتن سيد عبد الله وكابتن حسام عبد المجيد. بصراحه يعني فرحونا وانبسطنا بالماتش ونحمد ربنا. كنت شايف ازاي المباراه من الاول، يعني بدايه التشكيل مع فيريرا، وبعد كده كان بدا بعد الشوط الثاني بيدخل بعض العناصر الاساسيه للفريق مره ثانيه؟ لا في اثناء الشوط الاولاني ما كانش التشكيل هو على ما يرام، ونحمد ربنا ان هو عدل من نفسه وظبط الفريق وقدرنا نكسب الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا. العفو. يمكن عايز اسالك عن المباراه في بدايه الشوط الاولاني، كان تشكيل يعني يعني بدايه لعيبه جديده بتشارك مره ثانيه، كابتن كوتش فيرا كان بيدي يعني افضليه للاعبين الناشئين، ولكن مع بدايه الشوط الثاني قدر ان هو يعدل في اوراقه ونرجع مره ثانيه للمباراه.
اولا اهلا وسهلا بحضرتك في اوت زمالكاوي في سيزنا، وبنرحب بالفريق بتاع حضرتك. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو فييرا ليه يعني تكتيك عالي. انا عن نفسي واحد من الناس انا قلت هو بيريح اللعيبه عشان ماتش القمه، وده برضك مش عيب. من وجهه نظرك شايف مين فارس مباراه اليوم؟ سيف جعفر يعني هو اكيد يعني راجل من قلب الماتش بصراحه، يعني نزل قلب الماتش ورؤيته حلوه، بيبص للملعب حلو. الولد ده هيبقى يعني حاجه في القمه ان شاء الله، لو لعب هيبقى كريز القمه. انا بقول كده. بشكرك شكرا جزيلا. يمكن عايز اكلم مع حضرتك بقى عن يعني كنت شايفك متعصب في اول الشوط الاولاني، عايز اعرف سر عصبيه حضرتك وعايز اعرف رايك كمان على المباراه. حبيبي انتوا منورينا في قهوه الزملكاويه، بلد الرجاله بلد السيده زينب، واهلا وسهلا بالكاست بتاع حضرتك وكلكم في اوضه المغرب، بنشرف بسعادتك. تحياتي لكل الناس اللي موجودين مع سعادتك. بص لحضرتك حاجه، اللي بيشجع الزمالك ده، الزمالك ده للرجاله. فبص اي حد بيشجع الزمالك لازم يوصل للمود اللي احنا فيه ده، لازم تبقى متعصب واقف 90 دقيقه انت ما احنا قلنا قبل كده كذا مره للزمالك ممكن يادي ويمتعك فن وهندسه ويخسر، انت تبقى انت بالنسبه لك كزملكاوي مبسوط. لكن اخد 3 بونت او اصعد مثلا الدور فاينل او سيمي فاينل او كلام من ده ويكون الزمالك مثلا مش واقف رجليه، انا ازعل. مش فارق معايا النتيجه قد ما يكون فادي الاداء. اتفضل حضرتك. اسالك يمكن الشوط الثاني مع بدايه التغييرات كنا شايفين الزمالك بشكل ثاني بدوافع جديده، يمكن شفتك جديد شويه، فعايز اعرف رايك ايه في الشوط الثاني. بص حضرتك اقول لحضرتك على حاجه، هو كان مريح الراجل الكوتش كان مريح الناس اللي موجودين. انا بقول برضو هو يعني فيريرا يعني معذور، الراجل شايف النهارده بيلعب ب 3 4 3، هو بيلعب عايز يلعب ب 5 3 2، بيلعب بليبر مقلوب وبيلعب بشادو سترايكر قدام والاثنين هاف ديفندر اللي موجودين مش موجودين، بيلعب عبد الله جمعه بيلعبوا هاف، بينزل نيمار قلب الملعب، نيمار اسلام بيلعب هاف راي هاف ليفت ما بيلعبش هاف رايت. فطبعا كويس هو نزول شيكابالا سحب الفرقه على قدام. شيكابالا لسه مش فرق شيكابالا ابو ادم، حتى لو والله لو ضيع وخسرنا بس هو كفايه هو يكون لؤلؤه سمراء كده موجوده جوه الملعب. الحاجه الثانيه انا شايف ان اشرف الجلسه اللي تمت امبارح او اول امبارح هو راجل هادي نازل الراجل نازل بيستلم الكوره بيدافع بيلعب هاف ديفندر. ما تنساش ان انت ما عندكش اثنين هاف ديفندر اللي هم قلبين الملعب، طارق مش موجود وامام مش موجود، الاثنين اللي هم بيلعبوا اللي هم 8 و6 الاثنين مش موجودين، فانت تضطر تلعب بالقماشه اللي موجوده معاك، هي ده الصعب بالنسبه لنا، هو ده المشكله. احنا بنتمنى ربنا ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل، لعيبه الزمالك تكون على قد المسؤوليه. سيف جعفر لعيب كويس جدا جدا جدا، لعيب تقيل، لعيب بيبص كويس. حازم امام ما كان لسه جايبينه من نادي السيد وكلام من ده، قسطه ما نرجع على بابا وحبيبنا ومن السيده وكل حاجه، بس انا بقول لك الولد ده ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ربنا يكفيه شر الاصابات. وبالنسبه لنيمار يقلب الملعب ويلعبوا في ناحيه تحت الشمال، بس انتوا كفايه انتوا منورينا وشكو حلو علينا، واهلا بكلكم زملكاوي فوق اهوت زملكاوي فوق دماغنا من فوق. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طبعا يا كابتن شادي دي كانت يعني ردود افعال جماهير نادي الزمالك من هنا من حي السيده زينب. الحقيقه كان في كلام كتير مع الجماهير يمكن كمان وسط المباراه وما بين الشوطين، ولكن يعني جماهير الزمالك كابتن شادي فاهمه كوره فروم اي تو زد من الف للياء، بيتكلموا في كوره عارفين هم بيقولوا ايه، كويس جدا جدا. الحمد لله الف مليون مبروك الفوز والتاهل للدور ال 16. لو في اي اسئله او استفسارات انا مع حضرتك، عوده حضرتك مره اخرى في الاستوديو، تفضل. طبعا جمهور الزمالك له حق في اي شيء ويقول اللي هو عايزه، لانه جمهور يتحمل الكثير، وبالتالي اي كلام يتقال منهم فهو حقيقي وطالع من القلب ونصدقه تماما. ونعرفين طبعا التعصب والعصبيه بتاعه المباراه، خصوصا المباراه المزنوقه دي، لكن ربنا يكون في عونهم دايما، ومبروك ليهم الفرحه والفوز. وايا كان الفوز دايما الزمالك بيفوز، جمهور الزمالك بيبقى سعيد كده وفرحان. عشان كده هروح مع الكابتن وليد الى مباراه القمه ونتكلم عن مباراه القمه. هل يا كابتن وليد اذا ربنا وفق نادي الزمالك واستطاع ان يفوز على النادي الاهلي في المباراه القادمه يوم الاحد القادم 29 يونيو، هل ده معناه انه اقترب من الدوري ولا دي خطوه للاقتراب للدوري؟ هي خطوه الاقتراب من الدوري وخطوة إيجابية وخطوة بعد ما تكون فنية هتبقى نفسية ومعنوية بشكل كبير. طبعا هيعكس الاستقرار اللي فات أو الـ 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 الأحداث اللي حصلت في مجلس الإدارة واستقرار مجلس الإدارة والأمور رجعت لطبيعتها، فده هيبقى انعكاس طبيعي وهيخلي الروح المعنوية عالية جدا، وده هيفرق بعد كده في بطولة الدوري. فاحنا بنقول ان
لولا الخساره اللي احنا خسرناها في النقط الماتشات اللي فاتت كان الموضوع هيبقى اكتر من كده، او هيبقى التطلع هيبقى قريب، او التطلع هيبقى موجود بشكل كبير جدا، ان انت الفرق هيبقى الفرق كان لينا، وبعد كده ما اعرفش بقى فرق نقطه 2 3 وصلنا لخمسه زي السنه اللي فاتت. فانت بالتالي زي ما كنا في الحلقه برضو اللي فاتت قلنا انت لازم تكسب النادي الاهلي عشان تستمر في المنافسه. صحيح. لكن لا قدر الله لو حصل حاجه انت بتبعد، وبالتالي لو بعدت هتحبط، وبالتالي الامور هتبقى مش كويسه. صحيح. فاتمنى ان الفتره دي اللعيبه تركز بشكل كبير، الراجل هيشوف يشتغل ايه، هيلعب بأنهي طريقه، اللعيبه اللي موجوده الامكانيات هتتناسب ولا مش هتتناسب، امور كتير جدا لازم الجهاز الفني يحسمها الفتره اللي جايه. صحيح. طيب هل شايف انه الزمالك واستخدام القوه الكامله عنده من اول لحظه، ولا الفريرا يخلي معاه ورقه او اتنين رابحتين على الدكه؟ هي الاوراق مش كتير، الرابحه مش كتير، وموجوده في بعض الاماكن بس، مش كل برضو الاماكن، لكن انا عندي مرونه في الملعب، لان انا ممكن اغير الطريقه كذا مره اثناء الجيم، عندي ممكن اشتغل 4 2 3 1، بس الراجل بيكره الطريقه دي، ما بيحبهاش. بيشتغل 3 4 3، وممكن يشتغل 4 3 3، وممكن يشتغل 4 4 2، فعنده الامكانيات او اللعيبه او القماشه اللي انا ممكن اشكل اثناء الجيم، او حسب المباراه ماشيه ازاي اشتغل بأنهي طريقه. لكن الاوراق الرابحه بره مش كتير. مش كتير، فبالتالي دي برضو حاجه سلبيه هتبقى موجوده مع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت اللي جاي. اللي جاي. لان الاوراق مش كتير بره، والاصابات كتير، فبالتالي انت اعتمادك هيبقى بشكل رسمي وقوي على ال 11 او ال 12 لعيب اللي موجودين معاك. ودي حاجه مش كويسه لنادي الزمالك. فاعتقد ان السنه الجايه الامور هتختلف يعني. ان شاء الله. طيب شيكابالا وعبد الشافي وحازي امام، الثلاثه الكبار بتوع الفريق، ايه دورهم او متصور يبقى دورهم ايه معنويا قبل مباراه زي مباراه القمه؟ مباراة مهمة، ثم مباراة النادي الأهلي، الجمهور كله يحب إن النادي الزمالك يفوز في المباراة، فدورهم المعنوي، سيبك من الجزء الفني، أكيد الإدارة الفنية هتشتغل فيه، لو كان الجزء المعنوي مع اللعيبة خلال هذه الفترة يعني. أنت عارف أنا نفسي يا شادي حاجة يعني تحصل أو نسمع عنها، أو إن مثلا شيكابالا يقول إن مثلا في عقاب للعيب الفلاني او الفلاني. بمعنى ان لازم يبقى في شخصيه قويه بتحاسب، مش ان انا ابقى خايف لو انا زعقت لشادي شادي هيزعل مني فهبقى مكروه. خالص. انا نفسي يبقى انت كابتن تيم، حتى لو كنت مكروه لازم يبقى لك موقف، لازم يبقى لك دور قوي مع اللعيبه، والماتش شغال مش لازم بره. يعني اثناء الجيم ان في تقصير، في حاجه حصلت، لازم يبقى في رد فعل قوي من كباتن الفرقه. كويس. مش مجرد ان انا بتكلم، احنا دلوقتي قدامنا 7 ايام للمباراه، فاكيد ازاي يدخلهم معنويا ويتكلم معاهم ويقول لهم ايه. المباراه مش محتاجه يا شاهد، انت خلي بالك انت انت عندك مباراه مهمه جدا ولازم تكسب في حساباتك عشان تقرب من الدوري، ومش عايز تتغلب النادي الاهلي. صحيح. وحاجات كتير جدا، فانت لو جيت زودت الكلام انت ممكن تطلع بره الجيم. انت كلاعب اصلا اوريدي انت مضغوط عليك. دماغك شغاله في الحاجات دي. مجرد ان انا اعمل بس الكباتن الفرقه اللي انا اتكلم بس، ماتش مهم، ماتش كذا كذا كذا، الامور دي تبقى بسيطه، لان كل لعيب عارف ان مباراه النادي الاهلي مباراه هتساوي الدوري. ما كسبتش ما خسرش. دي مهمة جدا عشان تطلع من الحالة النفسية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. صحيح. فمش عايزين نتكلم فيها أو نرجع لها. فالمباراة اللي جاية دي ككباتن فرقة لكم دور كبير جدا. لكن في أهمية المباراة ما أعتقدش إن الكلام هيبقى كتير، لأن كل لعيب مركز وعارف أهمية مباراة الأهلي. كويس. طيب أنت
كلاعب في نادي الزمالك دلوقتي يعني المجموعه اللي موجوده ما يعرفوا انه في حكم اسباني هو اللي هيكون متواجد في مباراه القمه، هل ده يريحهم اكتر ولا يقول ليه ما هو الحكم المصري كويس وما حصلش حاجه؟ لا، حكم اجنبي مهم قوي. مهم يريحهم نفسيا. طبعا في المباراه خصوصا القمه مباراه الاهلي، لا حكم اجنبي اعتقد اللي هو هيدي ثقه للعيبه بشكل كبير جدا، لان الراجل ما يعرفش ولا اهلي ولا زمالك ولا يعرف الوان ولا الكلام ده كله، لو سمع ماشي اوكي، لكن اللي هو الحكم بيلعب لاسمه برضه، ما هو حكم دولي فمباراه متشافه، فالكلام ده كله الحكم نفسه ناس محترفه عارفه يعني ايه احتراف. مفيش مجاملات، مفيش اللي هو طب هديك فاول هنا واعدي لك الفاول اللي بعديه، لا في حاجات كتيره الحكم الاجنبي بيقضي عليها تماما، ممكن ما يبقاش موفق وده امر طبيعي، لكن بنسبه 1% بس اللي هو ممكن ما يبقاش موفق الحكم الاجنبي صحيح، لكن مش 7 8 9 10% مش موفق وامور، وخصوصا ان في فار، فما ما غلطش وانا بشوف الفار كمان، دي كارثه. ما هو اجانب برضه على الفار. ما بس الاجانب على الفار ده برضه حاجه تحترم. لا اعتقد ان لعيبه نادي الزمالك هيبقى عندها ثقه كبيره ان في حكام اجانب واسماء وعارفينهم وبيتفرجوا عليهم، فمهم جدا. هل متصور انه رحيل موسيماني في هذا التوقيت قد يكون له اثر سلبي على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي هيقدر يعني يتعامل مع الموقف؟ هو ان شاء الله يعني يتعامل بعد القمه يعني يبدا يتعامل ويركز بعد القمه يعني، لكن خلي بالك يا شادي، انا من شهرين تقريبا من قبل رمضان قلت مع ميدو في البرنامج، قلت ان موسيماني مع الاحترام الشديد يعني الاهلي اكبر منه، ما عندوش رؤيه، اللعيبه كل ماشيه اللعيبه الكويسه وعايز يجيبها تاني، ولما جابها ما لعبهاش برضه، التغييرات الماتشات احنا شايفين، انا شايف ان الاداء الفني بتاعه قليل جدا، بس عامل نتائج كويسه. ما انا ماليش دعوه بالنتائج. ازاي؟ الموضوع كله نتائج. ما هقول لك، لو انت عملت نتائج في مباراه او في بطوله لكن مش هتستمر. ليه؟ لان انت اوريدي ادائك الفني مش على قد القدر بتاع الفرقه اللي انت ماسكها. فانت لو ربنا وفقك في مباراه او في بطوله مش هيوفقك في الثانيه والثالثه. ليه؟ ما انت لازم تشتغل، فالشغل احنا مش شايفينه في الملعب. وفق في افريقيا واحد وافريقيا اثنين وصل لنهائي. لا ما هي انا مش عاوز اعدد يعني، يعني انا هسالك، فايلر ولا موسيماني؟ ندافع عنه يعني. لا أنا مش هندافع عن حد، طب بس انا بتكلم فايلر ولا موسيماني؟ يعني مش عايزين نخوض في الموضوع ده كتير، لكن انا من وجهه نظري فايلر اعلى بكتير جدا من موسيماني. طيب يعني سواء يعني رحيله قد يكون له تاثير. انا شايف له خساره. خساره لينا. خساره لينا طبعا. ماشي. طيب تعالى نروح بقى على المنتخب المصري. تمام. والموقف اللي حصل مع الكابتن ايهاب جلال. وبكره عندنا مباراه كوريا الساعه 1 الظهر ان شاء الله. طيب التعامل معاه يعني يعمل ايه في اللحظه دي كابتن ايهاب جلال، بعيد عن الاجواء يعني اللي حوالين وجوده او عدم وجوده. للاسف للاسف الشديد ان مدرب مصري اتحاد الكوره مسكه منتخب مصر وليه اسم وليه فنيات واسم كبير جدا، وانا من الناس اللي انا بتابع شغله في الملعب لاني بتعلم منه. واول واحد في مصر، اول انا بقول لك على مسؤوليتي، ايهاب جلال اول واحد في مصر بيغير طريقه اللعب اثناء الجيم. واول واحد في مصر لعب ب 3 4 3 خلي بالك. فالمعامله معاه تبقى بالشكل ده، طب هو خد فرصه، الراجل مسك 5 ايام، طيب انت شفت اداء اللعيبه عامل ازاي، طب انا هعمل ايه كمدرب؟ ليه اخطاء مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت انت اديتني فرصتي، انا مسكت 5 ايام ولا 6 ايام عشان انت الموضوع يا جماعه صعب جدا. طب انت شايفين ان في ما عندوش ظهير اعلامي، واحنا عارفين لان الراجل ما لعبش في اهلي وزمالك او منتخب مصر بشكل كبير والكلام ده كله، لكن مدرب كويس، مدرب كفء، يبقى انت لازم تديله الدعم والمسانده الاعلاميه، ما تسيبش الناس تهاجمه، وخصوصا انت كاتحاد كرة قدام العالم كله. فانت بدل ما تديله المسانده وتقف في ظهره وتدعمه
رغم اللي حصل وهو مالوش ايد كبيره فيه، لان الراجل مسك خمس ايام. انت لو كنت جبت اجنبي ومدرب اجنبي ومسك خمس ايام وحصل اللي حصل هتعمل ايه؟ هتمشيه؟ في الغالب ما كانش، لا ما كانش هيمشي، مسك خمس ايام بس اشادي. لا اصله رحيل او عدم رحيل ده قرار اداره، اداره اتحاد الكوره. ايوه انا بتكلم تحت الضغوط ساعتها برضو كانت هتمشي. طب انا هقول لك حاجه، ضغوط انا مسكت خمس ايام. ما هو لا، ما انا بقول لك اهو ايا كان لو كنت ماسك ثلاث ايام. لا انا الضغوط التي وقعت على اتحاد الكوره جعلت ياخد القرار ده. انا اختلف معاك. كان بقى كابتن ايهاب، كان كابتن وليد، لا كان كابتن جوزيه، كان كابتن لو اجنبي مارتيمو اي حاجه. صدقني لو اجنبي مدرب اجنبي ما كانش هيمشيه خلاص. لكن خلينا عشان في بقى في شو جزائيه والحاجات دي والشكل العام يعني. انت خلي بالك، وانت لما جبت كابتن ايهاب جلال ومشيته، معلش مع احترامي الشديد كاتحاد كوره، انت شكلك كويس؟ لا بس والعكس، ايهاب جلال خد تعاطف الشعب المصري كله. لان ما يصحش تعمل كده. في فرق بين التعاطف وطلب الاستمرار. ما اعتقدش ان في حد من يعني نسبه ليست بالقليله ما عندهاش مانع انه يمشي، لكن الطريقه هي اللي مزعله. الطريقه، وفي نفس الوقت لو تفتكر انا قلت لك ما عندوش ظهير اعلامي. ما عندوش، لان ما لعبش في اهلي وزمالك. صحيح. ف ده دي حاجه تحسب لايهاب جلال اللي هو وصل للمرحله دي كمدرب مصري في الدوري المصري عنده خبرات ويمسك منتخب مصر وكان مسك الزمالك. صحيح. بس في مثل بيقول الكتاب بيبان من عنوانه. تمام. والبدايه سيئه وقدام اثيوبيا والخساره بهذا الشكل. تمام. وانه الخساره على الورق او فعلا اثنين هدفين، لكن حصل في الشوط الاول يعني اخطاء فنيه ومن اللعيبه بشكل كبير جدا. تمام. خلت الكل يبقى غاضب جدا، وردود افعال الكابتن ايهاب في تعديله للمباراه ما يعني لم يستطع ان يعود. طيب هسالك انا سؤال تاني. اتفضل. مين المدرب المصري اللي عمل انجازات عشان يمسك منتخب مصر في الجيل اللي موجود؟ مفيش. مع احترامي الشديد، مين مدرب مصر، سيبك من اللعب، انا بتكلم كتدريب، كمدير فني، كمدير فني، مين اللي عمل انجازات في الدوري المصري في الجيل ده؟ لا ولا حاجه. اللي هو جيل الخمسينات بتاع الكابتن ايهاب. الجيل المدربين اللي موجودين دلوقتي عملوا ايه؟ معلش اي واحد الوحيد اللي عمل حاجه كابتن حبيب السوني اما خد كاس السوبر. يعني دي حالات. لكن انا بتكلم كابتن طارق العشري اللي خد برضه سوبر وكاس. ماشي. بس دول اللي خدوا بطولات خارج الاهلي والزمالك. تمام. بس برضه انت تقدر تيجي تمسك مثلا كابتن طارق العشري منتخب مصر؟ وايه المانع؟ هو مفيش مانع، بس في مصر هنا خد قرار ايهاب جلال. لا بس في مصر هنا عشان ما عندكش ظهير اعلامي. هي دي المشكله. فانت بالتالي لازم انت اللي تخلق ظهير اعلامي كاتحاد كوره بدل انت هتجيب حد كده. لكن اي مدرب مصري او اي مدرب اجنبي مش هو ممكن يخسر؟ صحيح. طبيعي جدا يخسر. بس الفكره انا مسكت قد ايه؟ كيروش خسر نهائي افريقيا وخسر الصعود. كيروش ومع ذلك كان التفكير في انه يبقى. وكان عايز يجيبوه تاني. ما اعرفش هيجيبوه تاني ولا لا. كان يعني الفكر يعني، لكن طب ما هو الراجل خسر. طب الراجل ده مسك خمس ايام، ما هو برضه لازم ندي يعني يا جماعه انا مسكت فرقه خمس ايام، خمس ايام. طب انا هشتغل معاها ازاي؟ هل شايف ان هي امور اخرى غير بس الامور الفنيه؟ ورا القرار ده؟ ولا تهدئه للراي العام ولو مباراه كوريا خرجت الراي العام يعني انت هتعمل ايه؟ يعني انت لما انت هتقيل الكابتن ايهاب جلال لسه جاي وهتمشيه، اولا شكلك انت اللي مش كويس. كاتحاد كوره. كاتحاد كوره شكلك مش كويس. ان انت تجيب مدرب وتمشيه كده. تاني حاجه انت الضغط الاعلامي او الراي العام، الراي العام ماله الراي العام؟ يعني ماشي طبيعي جدا ان اي مدرب هيتهاجم. طب ما احنا مثلا بنتكلم على فيريرا اهو. مش كسبنا؟ بس في انتقادات، امر طبيعي، ده امر طبيعي. لكن انت الراجل مسك خمس ايام وخسر عشان تهدي الراي العام تقوم ماشي وتقلل منه قوي كده؟ ده المفروض ده الراجل بتاعك، ده المفروض ده انت اللي تبقى في ظهره حتى لو غلط. هل اللعيبه والتعاطف اللي ظهر منهم على السوشيال ميديا ليه دور يبقى في ان هم يعني يساعدوه في البقاء، ولا الدور الحقيقي للاعب انه يؤدي في الملعب؟ لا اللعيب دوره في الملعب،
اللعيب دوره في الملعب. اي نعم في بعض اللعيبه طبعا بيتاخد رايهم في موضوع المدرب، وده امر طبيعي في العالم كله، لكن برضو التعاطف اللي حصل من لعيبه منتخب مصر ده بيحرك اتحاد الكوره برضو. يعني اتحاد الكوره هو فاكر ان لما مشى ايهاب جلال بقى شكله كويس، لا انت شكلك بقى اوحش، بقى اوحش، لان انت بالتالي انت بتاخد قرارات عشوائيه، بتاخد قرارات مش مدروسه، فبالتالي انت اللي شكلك مش كويس. هل المشهد اللي حصل ده هيكون ليه اثر على اللعيبه والكابتن ايهاب في ادارته لمباراه كوريا؟ انا شايف ان مباراه كوريا اللعيبه اللي هي اللي هتلعب. بمعنى ايه؟ اللعيبه اللي هيبقى في الملعب عايز يظهر نفسه مش اكتر ولا اقل. خلي بالك لان المباراه مش مهمه، ان الناس وهم هناك عارفين ان ايهاب جلال ماشي، فبالتالي صعب جدا اللي بيحصل، او صعب يحصل اللي حصل ده مع منتخب مصر، ان انت مدرب راح ماتش وانت شلته وطلعت في الاعلام وقلت اللي انا مشيته. امور صعبه جدا. هو نص الكلام انه احنا قررنا كابتن حازم امام وكابتن حسام بركات اختيار مدير فني جديد. طب مش هما اللي كانوا، هو اللي قال مش احنا يعني. طب مش هما الاثنين حازم وبركات هما اللي كانوا هيختاروا المدرب في الاول اصلا؟ صحيح. وكانوا معترضين على ايهاب جلال او الحكم او المدرب المصري بوجه عام يعني. طيب دلوقتي يمكن اصحاب وجهه نظرك انه ما فيش انجازات ليهم في اللحظه وما موجوده المجموعه اللي موجوده. وعندهم حق. وعندهم حق. طب انت كاتحاد كوره بقى ما خدتش بكلامهم ليه؟ الاثنين لعيبه كوره وعلى مستوى عالي جدا. محدش بيتعلم ببلاش. ما هو بلاش، احنا ما هو احنا اللي بندفع. ما احنا اللي بندفع. صحيح. وبعدين تيجي بعد كده عايز تمشي مشيت ايهاب جلال وهتدي الملف لبركات وحازم. طب ما هم كانوا من الاول هم اللي ماسكين وانت اللي اتدخلت. صحيح. فانا شايف ان لازم يبقى في رقابه شويه او في متابعه للقرارات اللي بتتاخد، والحته الكلام الاعلامي برضه يا شادي مهم جدا. يعني رئيس اتحاد الكوره ده حاجه المفروض حاجه كبيره يعني. صحيح. او مجلس اتحاد الكوره ده يعني كبير، اسم كبير منتخب مصر، فبالتالي لازم تعرف هتتكلم امتى. ولازم تعرف هتتكلم، لو اتكلمت هتقول ايه، ولما تقول ايه هتتكلم بشكل عشوائي وهتلف وتدور حوالين الموضوع بالسياسه يعني، ولا هتتكلم صراحه. صحيح. امور كتير جدا لازم اتحاد الكره يدرسها، ما يبقاش ان ممكن اي تليفون يجي ارد اعمل مداخله. ما ينفعش. ولو عملت مداخله لازم اختار الكلام واشوف هتكلم واقول ايه والكلام ده كله، ومهم ان انا عندي ماتش بكره. هو ده بقى الموضوع الحقيقي، ان احنا نتمنى طبعا وفي نهايه اللقاء يعني بنتمنى ان المنتخب المصري ربنا يوفقه ويقدر يعمل حاجه قصاد كوريا الجنوبيه. وفي النهايه بشكر الكابتن وليد عبد اللطيف على وجوده معايا، ودايما بسعد بلقاء كابتن وليد. ربنا يخليك يا شادي، شكر قوي حبيبي. حبيبي. فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي بالنقاد الرياضيين الاستاذ عبد الناصر سليمان والاستاذ امير نبيل، نتكلم عن امور كثيره.